هاي ايدي ايدي الله يدرع بايدك. ها تكفى تكفى ايدي. ضميان انت ضميان ضميان ابو علي ضميان ضميان طلع يجزاك خير ضميان بالعافيه. طش يا برا اللي كذا كذا خوا كذا خوا نقمتكم لقمه 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 لقمتين 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 شوف بس عشان ايدي ايدي ايش اسوي بيدك عظام صوت ايدك خسرتني. مطعم ما خذيته، بقاله ما خذيتها، مغسله ما خذيتها، كل جوال ما خذيته، خسرتني خصم عشان ايدك وانت من صلب جدي انطوعت العصر. والله اليوم في المزاد بكتب المحل والله يا رجال اني بطلع واني واكتب ريال. شباب ترى عندي حصانه اي شيء تسوونه بس اكتب ريال. يا رجال زعجت امنا بحصانتك. نص سالفتك اكملها، نص سالفتك اكملها، ما تختم انه امها نهايتها انا اكمل. صالح كيفك؟ تتحلم حلم انا اكمله، تعلم لي الحلم انا اشوف الحلم يعجبني لا استعمل معك انا اكمل. صالح صح جميل صالح خيزرانه تضرب اربعه صح الخامس انا اضربه عندي حصانه خلاص. كيف حالك؟ تعب من حاجه؟ لا والله. محمد الفيري شرب ثمن حليب خمس جغم ما السادس سلي تسمع عندي حصانه. ها يعطيكم العافية شباب. الله يرضى. يا صالح ايش يرضى؟ احلب لنا نفذة. اسمع اسمع ايش مالتها مفتوحة تو؟ نروح نحلب. بما انها وين جعلنا بما ان الساعة مدخرة. يا ليل وش قد جاك من صوبي يا ليل بالمسرى اضوي في ديره واصبح بديره الله اللي فيها الخير. في حاجه مهمه ان المنشد المبدع ما ياثر في الايقاعات ما شاء الله تبارك الله. انا الطبيعه ايقاع وفي غيرها قبول صفر 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 من اقوى المنشدين على الساحه قوي قوي قوي. ترقبوا ضيف عند فهد الشهراني ان شاء الله في الموسم الجاي. نزل في اليوتيوب نزل مقطع اسمه شل نزلت في اليوتيوب لا وحاله وات نزلت حاله وات ما شاء الله. كم المشاهدات؟ واحد كثير. يلا يلا والله ما اقدر امسكها. يقولون ابو يقولون ابو سعيد انقضار في حالات الواتس. لمت نفسي ولا مني حظي معك كان مسجله. اسمع سجل سجل. لمت نفسي ولا مني حظي معك الله اشتكي من هم وابكي من الم. شوف شوف البحه البحه والمشاعر والاحساس الله يا خطا اللي توافق مع خطاي اشتكي من هم واشكي من الم يا خطا تعز الناس الله يا العرب. لا تسجل خلاص سجل يوم سماع امانه مسجل سماع والله بلايبك والله بلايبك هذا ما سجل ولا لايف في ذمتك. لا 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 انا اتوقع بندلبك بالله ابو سيد عطنا واحده ثانيه اصبر يوم جيت تسجل الشيء كم خليت وقت صدق والله يمكن خمس دقائق. الله كم تاخذ على الشيلات؟ كم معك في ذمتك ابو سعيد بدون اعاده؟ خمس سريع هذا بدون اعاده هذا هذا المايك وشنبك وخشبك كيف تعاملت مع المايك؟ ترى هذا المايك وش من اللي دعك انت الحين؟ انا افتحك هذا المايك بروح بروح خلاص روح روح يعني ما تشرب لا لا روح روح والله ما ادري ما حد طلب والله تشرفنا تشرفنا فيك ابو سعيد هذا المايك والله ابو سعيد تدري تدري ماني قياس لا تعش اللي في شيلتي ماني قياس في عمله المليوني مليوني مليوني تدري اللي جاء اللي اعطاه الفلوس حقت الشله انه يوم جاء عند محمد قال معك صرف حطنا ب 50 لا 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 ما شاء الله كذا ما لا كلام غير صحيح ايش ال 50 يقول حاط منسق يا محمد ما شاء الله ايش تريد حاط الرقم تكفى محمد في زواجي احتسب تكفى ابو سعيد كم شلبس عدك عندي اي نبغى يجوا اي ابو سعيد نبغى حد ابو سعيد واحد نبغى نصوركم نقول الله يلعب انت هذا الليل على شلت ابو سعيد تكفى ابو سعيد محمد انا اطلب طلب في زواجي ما شلشل انك ما تشلشل ولا بحضر لا الحمد لله ولا بحضر. محمد سؤال بسك سؤال انا سمعت واحد من الشباب يقول له جايبه لا يجيك شيء محمد واحد من الشباب يقول كلم المنسق حقك يقول اذا يحضر 60000 ما يحضر 30000 هذا كلام صحيح. شوف الغالي 50000 الغالي اذا حضرت الغالي اذا حضرت وبدون غالي بدون الغالي 60 واذا لا يعني فرق الغلا 20 بس 50000 اخوي. طيب ابو سعيد لنا يا اخوياك ابو سعيد 15 ريال ابو سعيد ابو سعيد قلت له ابغى شله ما عندنا فيها دفع لي والثاني ما عندنا فيها خلاص
ابو سعيد اذا قلت له ابغى شله وقلت له كم الحساب قال كم معك؟ كم؟ والله كم؟ الاخويا بس الاخويا ريال نص رصيد ابو سعيد والله بسالك سؤال صدق يوم جيت تسجل يوم جيت تسجل عدت اكثر من مره ولا من اول مره؟ من اول مره محمد سعيد يعلنها 47 تسجيل عمل لاخويا ب 15 ريال غير اخويا 60000 60000 غير اخويا 65000 غير اخويا اسمع اخويا الخاص 15 ريال والله والغالي ب 50 وش هو ذي؟ محمد سعيد سجل لك عمل 15 ريال اخوي غير اخوياه 65000 تجلس تعال ها اقول لك فوق يا صالح ايش فوق هذا يا فيصل عندنا قبلك انت اعطيه كم 15 ريال اي هو اللي يدفع حق الاستديو يعني يدفع 2000 والله ما الاخويا بس 15 كذا معنويه بس الاخويا حق الضمير تدري ان ربي خلقني لطاعته وخدمه الخوي كفو والله اني لاحظت هذيك ابو سعيد طاعته وخدمه الخوي كفو كذا كيف كيف ياخذ يحذف بالفلوس ولا يحسب حسابه طاعته وحذف بالفلوس هذه خدمه عشان ضمير علشان اقول لك ما تحسس اني ما شاء الله وادفع حق الاستديو انا كفو كم تدفع؟ يعني عشان اخويك ما يعتبرها جمال كم خاصه بالمئة؟ ما عندي فيها ادفعها 15 انت اخذها منها عشان ما يعتبرها جمال والله لسه وعليكم حاجه في حاجه لها حلوه ما يقبل اي دوتو مع احد من اشتري اوه قل لا الله عشان ما يذاق ينشر على حسه والله لو يدبل الفيري لو تدبل السعر الاستديو اللي انت سجل صوتك فيه وطلع بهذا الجمال انا ادفع له دبل شكرا طيب ابو سعيد بالله ابو سعيد بعيد على الشيله بعيد على الشيله ابو سعيد ترى اللي ما يضبطني هنا يذلف ما له قبول اقسم بالله ما له قبول ايش رايك فيني ذمتك اللي ما يثبت ما له قبول مثل ما قال لا هي والله اقسم بالله انا شيله مو طبيعي انا جاي هنا في الزاويه جمع شباب عشان يمدحوني ما تمدح طيب بقول لك طبعا انت دخلت عالم شيلات وتسيت في الاعلام اليوم يوم يقول لك اعلامي وانت مش شخص جانا اليوم حق الزراعه قال الاعلاميين وانا انبسطت صراحه كيف كان زعلت كيف ما قال لك ابو سعيد زعلت جاء في خاطر والله في مقطع والله يا كشخط كشخط كنا اعلامي ابو رجلكم قال لك الاعلامي محمد الفهري وانت تروح تركب تسامه صح؟ كشخط كاعلامي ولش نظاره واللوك اخر مقطع ما اعرف اضايق لا اله الا الله لا انت اعطينا سالفه الشجره والله ما ثبت خضره خضره ترى ما في شيء خضره ما في شيء بس اسلك لك انا اسلك لك ما في شيء اوكي كشخه اعلامي والله والله كشخه اليوم ما شاء الله بعدين نحيف يا ابو سعيد كنك علينا علي يعني انت من رضني وعاد لا خلنا على الشيخ خلني اغني خلنا على الشيخ رضني حلوه من شاء شباب لا ايش فيكم انا مو مسجل رضني وعارف المرض منكم اي والله اي والله ما في فرق تسمح لي الهبوب الباردة منك هبت في حاجة باردة يعني الله اكبر تسمح لي بس يا منشد الله على البحر انا عندك خذ راحتك نبي نفتش احس في منشد في جيبه شوف دلبج لك وراك دلبج 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 ارفع الغترة ارفع الغترة شوف المرض منكم كح سميت كح اشوف كح الهبوب البارد كح الحين لا لا كحة والله حق منشد منك هبت في حشا طيب خلها في اسمه ابغى اشوف كم المده مده نبغى المادة الهبوب الباردة الله الله كف اغنية تصور معه عيدة 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 الهبوب الباردة طيب اسمع خلاص اطالب بعد اشتراني ما يجيب ضيف نبغى ليله طربيه من محمد البيت طيب عشان نتاكد اخر مره قول شله قول شله باسمي لا يدفعوا لا ليالي بن حليم يستضيفونك في ليالي بن حليم بيستر يا عمر السيد فديته يا عمر السيد فديته الله سلم لي على خالد زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي